نشرة مفصلة للأنباء نستهلها بالعناوين. الاحتلال يشن غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وحماس تصفها بالاستعراضات وتؤكد جهوزية المقاومة لرد أي حماقة إسرائيلية. الاتحاد التونسي للشغل يقرر عدم سحب مبادرة الحوار الوطني من الرئيس، وسعيد ينفي الأخبار عن وصفه أطرافا تونسيين بأنهم غير وطنيين. دعوات إلى تكثيف المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وساعات قليلة تسبق فتح مراكز الاقتراع صباح اليوم. إضراب عام في لبنان رفضا لتردي الأوضاع المعيشية، أحزاب السلطة تؤيد ودعوتها إلى أوسع مشاركة لم تلقى الصدى المطلوب. بعد إعلان الاتفاق مع بايدن في جنيف على التأسيس لمستقبل الحد من التسلح، بوتين يؤكد أن سباق التسلح جار سرا أو علنا، ولكن ليس بمبادرة روسية. أهلا بكم. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة. مراسل الميادين أفاد بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت موقعا للمقاومة شمال القطاع وموقعا للإدارة المدنية شرق جباليا. وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت أن سلاح الجو قصف أهدافا تابعة لحماس عقب إطلاق بالونات حارقة. وقال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أن قصف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة ما هو إلا مشاهد استعراضية للحكومة الجديدة. برهوم أكد أن قصف الاحتلال من أجل ترميم معنويات جنوده وقادته التي انهارت أمام صمود وضربات المقاومة في معركة سيف القدس. كما شدد المسؤول في حركة حماس على أن ارتكاب الاحتلال أي حماقات تستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته ستكون المقاومة على رأسها كتائب القسام له بالمرصاد، مضيفا أن المقاومة هي من تحدد قواعد وطبيعة المعركة، حيث ثبتت معركة سيف القدس معادلة القدس في قلب المواجهة. ومعنا من غزة مراسل ميادين أحمد شلدان. أحمد، حبذا لو تضعنا في صورة التطورات خلال الساعة الماضية، كان هناك حديث أيضا عن إطلاق صفارات إنذار في مستوطنات غزة. نعم، ما جرى خلال الساعة الماضية هو قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف عدة مواقع تتبع للمقاومة. أولى هذه المواقع كانت في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تم استهداف أحد المواقع التابعة للمقاومة بصاروخ من طائرات الاستطلاع، ومن ثم تم قصفه بأربعة صواريخ من الطائرات الحربية. عاودت الطائرات الحربية أيضا استهداف موقع المقاومة في خان يونس جنوب قطاع غزة، ثم استأنفت عملية القصف لموقع المقاومة يسمى الإدارة المدنية في شرق جباليا شمال قطاع غزة. حتى هذه اللحظة لم يبلغ عن وجود أي إصابات. صفارات الإنذار التي دوت في غلاف قطاع غزة على ما يبدو بأنها ناجمة عن إطلاق رشقات من الرصاص الثقيل تجاه من قبل المقاومة تجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية، وبالتالي لم يتم تأكيد أي عملية إطلاق صاروخ من قطاع غزة، ومن المحتمل أن السبب هو إطلاق الرصاص الثقيل في المناطق الحدودية لقطاع غزة. طبعا هذا القصف يعتبر تقريبا الأعنف منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، وشمل هذه الليلة ثلاثة مواقع دوي الانفجارات كانت عنيفة وهزت مناطق مختلفة من قطاع غزة. ردود المقاومة كانت عبارة عن عدد من التصريحات التي صدرت، كانت آخرها عن لجان المقاومة في فلسطين التي قالت بأن الاحتلال يسعى إلى تغيير قواعد الاشتباك، وهذا ما لن تسمح به المقاومة ولن تسمح بفرض أي معادلات جديدة، وبأن الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم وستتابع المستجدات وتدرس وتقيم الموقف الميداني. كذلك كان هناك تصريح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي قالت بأن المقاومة لن تسمح بفرض قواعد جديدة، وعلى بنت أن يدرس استخلاصات معركة سيف القدس جيدا. هذه التصريحات المتتالية إضافة إلى التصريح الذي ورد على لسان فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس قبلها، والذي تحدث بأنها ما يحدث هو استعراضات مكشوفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد أن المقاومة عازمة على منع فرض أي معادلات جديدة. هذه المعادلة التي يحاول الاحتلال أن يجعل من البالون الحارق الذي يطلق من قطاع غزة
يقابل بقصف عنيف من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، ربما لن تستمر هذه المعادلة طويلا، لا سيما وأن عمليات إطلاق البالونات الحارقة أو عملية من قطاع غزة هي مبررة حاليا بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي الخانق منذ أكثر من شهر، والمعابر مغلقة، هناك شح في البضائع، هناك تخليص لمساحات الصيد، هناك منع لإدخال الأموال، أموال الملح القطرية، وبالتالي ما يحدث في قطاع غزة هو أن غزة الآن تنزح تحت حصار ثقيل، وفتيل الانفجار قد يكون قادم وليس بعيد إذا ما استمر تشديد الحصار الإسرائيلي. ولذلك ما يقدم عليه الفلسطينيون من إطلاق بالونات هو تعبير عن رفض لهذا الحصار. أما معادلة الاحتلال فيبدو أن المقاومة عازمة على منحها. نعم، أشكرك أحمد شلدان مراسل ميادين من غزة. قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن المعركة المقبلة إذا كان محورها القدس فستشعل حربا إقليمية، وأضاف للميادين أن ذلك يعني الانتقال خطوة إلى الأمام باتجاه التحرير وتهشيم منظومة الاحتلال الأمنية. ما سمعناه من محور المقاومة الذي عبر عنه سماحة السيد حسن نصر الله والسيد أيضا الحوثي وكذلك بالأمس كتاب حزب الله، أن المعركة القادمة إذا كانت على القدس ستكون هي حربا إقليمية، بمعنى أن انتقلنا خطوة للأمام باتجاه التحرير، انتقلنا خطوة للأمام باتجاه تهشيم هذه المنظومة الأمنية، انتقلنا خطوة للأمام بتوحيد الأمة، كل الأمة، وفي طليعتها محور المقاومة وقادة المقاومة لكي يقودوا معركة التحرير. وأنا أقول لك يكفي في هذه المرحلة أن نسمع كلام من 5 قادة مهمين على الأقل في المنطقة العربية ويتحدثون عن قادة المقاومة. قادر الآن أن تقود هي الحرب وأن تقود هي المعركة الإقليمية من أجل القدس إلى أن تعود جيوش الأمة. أنا على يقين ويجب أن يعرف الكل أن الساحات الأخرى سواء كانت في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن كانت جاهزة ومستعدة أن تكون شريكة في المعركة إذا طالت أو إذا احتجنا إليها نحن كإسناد للمقاومة. البطش أضاف أن سلاح المقاومة ثبت معادلات عديدة، مؤكدا أن قوى المقاومة كانت جاهزة ومستعدة للمشاركة في معركة سيف القدس. يخرج سلاح المقاومة هذه المرة من غزة لا ليس ليقاتل من أجل رفع الحصار أو من أجل تحسين ظروف الحياة بغزة أو من أجل والله فتح المعابر. هذا السلاح قاتل اليوم يثبت معادلة اسمها غزة القدس، القدس الضفة، القدس بيروت، القدس طهران، القدس دمشق، القدس القاهرة، القدس الأزهر. وبالتالي هذا السلاح اليوم قاتل لكي يقول أن سلاح المقاومة اليوم يقاتل من أجل قضايا مركزية ورئيسية عنوانها القدس وحماية كرامة الأمة وحماية الحرائر في القدس. أنا على يقين ويجب أن يعرف الكل أن الساحات الأخرى سواء كانت في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن كانت جاهزة ومستعدة أن تكون شريكة في المعركة إذا طالت أو إذا احتجنا إليها نحن كإسناد للمقاومة. البطش أشار إلى أن المسؤولية خلال أي عدوان تقع على عاتق قيادات الصف الأول وتحديدا الرئيس محمود عباس، مشيرا إلى أن العدوان يفرض المواجهة لا التنسيق المسبق. هناك مسؤولية تقع على عاتق القيادات الأولى وبالذات على الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن. طبعا نتحدث هنا بمنطق العتب ومنطق اللوم الذي كنت أتمنى أن أراه وأسمعه. يعني عندما يبدأ العدوان لا خيار أنا سوى المواجهة والمقاومة، وبالتالي أنا وين أنا بدي أروح يعني الآن أدور على أبحث عن تنسيقات وعن يعني ماذا أقول؟ أقول دوم يعني الأمر ليس بهذه الطريقة، هذا مش موقف سياسي فيه وسع. أن تحدثين عن معركة مفروضة على الشعب الفلسطيني يجب أن نواجهها الآن. من لديه قدرة على التحرك؟ أكثر شخصية يمكن تحرك في هذه الحالة هو السلطة ورأسها الأخ الرئيس أبو مازن. وبالتالي العتب يأتي موقعه كرئيس منظمة التحرير وكرئيس للسلطة الذي كنا نريد منه أن يتقدم خطوة الأمام حتى نتجاوز كثير من السدود ومن الحواجز التي رسمها ووضع لها وشرعها الانقسام. البطش أكد أن بعض الأطراف في فلسطين ما يزالوا يتحدثون بلغة الماضي، وتساءل عن السبب الذي منع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من الخروج ببعض المواقف لصالح قطاع غزة خلال العدوان الأخير. يعني إحنا إذا كان رحنا على المصالحة، طب ليش مثلا إخواننا، ما الذي كان يمنع الأخ، وأنا هنا يجب أن أعاتب الأخ الرئيس أبو مازن، ما الذي كان يمنع الرئيس أبو مازن في الحرب والعدوان أن يخرج للإعلام ليقول أنا بصفة رئيس السلطة الفلسطينية سأتولى بناء البيوت في غزة؟
ما الذي كان يمنعه أن يرسل مبلغا للإيواء للبيوت المهدمة؟ ما الذي كان يمنع الأخ الرئيس أبو مازن كذلك أن يتبنى جرح العدوان بشكل معلن؟ ما الذي كان يمنعه أن يأتي للقاهرة مع الأخ إسماعيل هنية ومع الأخ رضا نخالة والأمناء العامين جميعا ليعقد اجتماعا طارئا؟ كل هذه القضايا والتساؤلات كانت مطروحة، مطلوب من الأخ الرئيس أبو مازن أن يقدم فيها خطوة للأمام. ما الذي كان يمنعه أن يوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة؟ كنا نأمل ذلك، أنا أتحدث هنا بمنطق اللي كنت أتأمل ذلك، وكنت أرى في هذا سلوكا سيقرب كثير المسافات. وقال مسؤول دائرة السياسية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر الطاهر للميادين إن محور المقاومة يجب أن يستفيد من تطور مهم في المعادلة الفلسطينية مع تحرك أهل فلسطين المحتلة عام 48. التطور الأهم برأيي، وهو يعني في غاية الأهمية، دخول أهلنا في المناطق المحتلة عام 48 في فلسطين التاريخية، دخولهم إلى قلب المعادلة الفلسطينية والعربية والقضية الفلسطينية. الآن في هناك أكثر من 1800 معتقل في السجون الصهيونية من أبنائنا في 48، أصبحوا الآن في قلب المعادلة، وربما في قادم الأيام سيكونوا على رأس المعادلة الفلسطينية. من جهته أكد المتحدث باسم كتائب حزب الله العراق محمد محيي للميادين أن الكتائب ملتزمة بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن المقدسات. محيي شدد على أن الفلسطينيين لن يبقوا وحدهم إن خاضوا مواجهة في سبيل القدس. نحن نتكلم اليوم عن معطيات جديدة، هذه المعطيات اليوم باتت تشكل علامة فارقة في الصراع مع هذا الكيان، وبالتالي لن يمكن لهذا الكيان أن يشعر بالأمان أو يشعر أنه يستفرد بالشعب الفلسطيني وبالمقاومة في فلسطين، ويعد نفسه بمأمن من أن يستهدف من قوى المقاومة التي يبيح لنفسه أن يستهدفها في أي لحظة وكما يشاء. ولهذا نحن دخلنا في هذه المعادلة التي بدأت بخطاب السيد نصر الله عزه الله، وتبعه خطاب السيد عبد الملك الحوثي في اليمن، ونحن اليوم نمثل الجزء العراقي في هذه المعادلة. ولا بد أن يفهم الكيان الإسرائيلي أنه اليوم أمام واقع جديد، عليه أن يشعر بعدم الأمان في قادم الأيام من أن هذا المحور سوف يكون محورا واحدا، وأن الجبهة التي سوف يفتحها في القدس سوف تفتح عليه جبهات متعددة، ولن تكون جبهة غزة أو جبهة الداخل الكيان الإسرائيلي أو فلسطين المحتلة بمفردها في هذا الصراع. وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله عبد الوهاب المحبشي إن العدوان على اليمن قد لا يتوقف إلا متى استهدف العمق الإسرائيلي، موضحا للميادين أن إسرائيل تأخذ بكلام قادة محور المقاومة لأنهم يفعلون ما يقولون على عكس ما كانت تفعل حيال جامعة الدول العربية. كلام السيد حسن نصر الله حفظه الله بأن المعركة ستكون معركة إقليمية في حال تعرضت المقدسات في فلسطين لأذى، فإن هذا الكلام من قبل الصهاينة يعني أنهم يعملون حسابا كبيرا جدا لما يقوله قادة محور المقاومة، وهذا يجعل المقدسات إلى إشعار آخر، يجعلها في مأمن من استهدافهم، ليس رغبة عنها بل خشية من الخطاب وما تلاه من خطابات، خطاب السيد عبد الملك، خطاب يحيى السنوار في قطاع غزة، خطاب الإخوة في كتائب بحزب الله في العراق. سلم أهل الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار رسالة إلى ممثل الأمم المتحدة في رام الله طلبوه فيها بالإفراج عن أبنائهم الذين أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالهم، مخالفة بذلك بنود صفقة التبادل التي تمت برعاية مصرية عام 2011. نسرين سلمي. ضرورة الإفراج عن كل الأسرى الذين مطالبين بالإفراج عن أسرى صفقة وفاء الأحرار، اعتصم فلسطينيون أمام مقر الأمم المتحدة في رام الله مطالبين بضغط دولي على إسرائيل للإفراج عن 49 أسيرا محررا أعادت حكومة الاحتلال اعتقالهم. إنه إحنا مش ناسين ومش تاركين إخواننا داخل السجون، وبالعكس إحنا رح نعمل بكل الجهد وبكل إمكانياتنا للمطالبة بإطلاق سراحهم، سواء كان في تبادل الأسرى أو في الضغوط الخارجية.
المعتصمون طالبوا فصائل المقاومة بعدم إتمام أي صفقة جديدة من دون الإفراج عن هؤلاء الأسرى الذين شكلوا دليلاً جديداً على عدم احترام إسرائيل اتفاقاتها. نأمل أن يتم تحرير كافة الأسرى من السجون جميعاً، يعني أن لا يبقى هناك أسير فلسطيني. نتوقع بأن تكون صفقة جيدة بل ممتازة، تحرر كل الأسرى المعبدات وتحرر عدد آخر من الأحكام العالية، الأسيرات، المرضى، كبار السن، الأطفال، يعني أن تكون صفقة نوعية. وكان الأسرى 49 قد أطلق سراحهم مع 1027 أسيرا وفق صفقة وفاء الأحرار التي أفرج فيها عن الجندي جلعاد شليط أيضا، لكن عام 2014 أعاد الاحتلال اعتقال العشرات منهم مخالفا بذلك شروط الصفقة التي أشرفت مصر عليها في حينه. أي اتفاق وأي دولة تكون هناك راعية يجب أن تقف إلى جانب هذا الاتفاق، مطلوب من الأمم المتحدة حقا أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. الغطرسة التي تقوم بها إسرائيل أمام العالم ككل يجب وقف هذا الشيء، يجب أن تقول كلمتها في هذا الملف على الأقل، لأنه هذا ملف يعد استحقاق، يعد دول قامت بينه واتفاق وهي خرقت هذا الاتفاق. وكانت فصائل المقاومة في غزة قد اشترطت قبيل الحديث عن صفقة تبادل جديدة مع الاحتلال الإفراج عن الأسرى 49 وإلغاء أحكام اعتقالهم. أسرى صفقة شليط دليل آخر على عدم احترام إسرائيل لالتزاماتها، ما يجعل الفلسطينيين يطالبون المجتمع الدولي بفرض قيود عليها لاحترام تلك الالتزامات. نسر سلمي، رام الله، الميادين. إلى المغرب، حيث التقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي الذي أكد العلاقة التاريخية بين المغرب وفلسطين. زيارة هنية مع وفد الحركة للمغرب تأتي ضمن جولة على عدد من الدول، وهي الزيارة الأولى إلى المملكة، حيث كان في استقباله رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني الذي أكد دعمه الشعب الفلسطيني ومقاومته ونصرتهما. ولعل من حسن الطالع أن تكون الزيارة بعد هذا الانتصار العظيم الذي حققه شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وأمتنا وأحرار العالم في جولة مفصلية من جولات الصراع مع الاحتلال البغيض. وأنا شخصيا وعلى صعيدي الشخصي سعيد جدا لأنها الزيارة الأولى لي إلى المغرب، هذا البلد الشقيق البعيد في الجغرافيا ولكنه في قلب هذا الوطن العربي والإسلامي الكبير، البعيد في الجغرافيا ولكنه على تماس مباشر بالقدس وبالأقصى في التاريخ وفي الحاضر وفي المستقبل بإذن الله. قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة شعبية في القدس المحتلة رفضا للشتائم التي أطلقها مستوطنون إسرائيليون خلال مسيرة الإعلام قبل أيام بحق النبي الكريم محمد. وكان عشرات المستوطنين قد اقتحموا أمس ساحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن 147 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد على شكل مجموعات عبر باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية. ورد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري على شتم المستوطنين المشاركين فيما سمي مسيرة الإعلام للنبي محمد مشددا على أنهم مهزومون نفسيا وواقعيا. بدر من بعض هؤلاء المشاركين الموتورين ألفاظ نابية مسيئة لشخصنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول كل إناء بما فيه ينضح. هذه هي أخلاقهم البذيئة، أخلاقهم المعقدة. إنهم غير مدركين بأنهم مهزومون نفسيا ومهزومون واقعيا.
ومعنا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر لحام. ناصر مساء الخير. أبدأ من التطورات في قطاع غزة كونها يعني هي الأحدث. بنت يتجرأ يعني يعطي تعليمات بتنفيذ غارات بطائرات حربية على القطاع، هل هي غارات استعراضية يعني بمعنى هو مضغوط وينفس، أم فعلا هو مستعد للمغامرة بحكومته الهشة؟ أعتقد لغاية الآن أيها ما حدث هو رسائل بالذخيرة الحية. المقاومة ترسل رسائلها بالذخيرة الحية، والاحتلال يحاول أن يستعيد هيبته التي فقدها على أسوار القدس. كثرة الصحافة العبرية كثيرا حول الرسائل التي أرسلتها تل أبيب للوسيط المصري لنقلها لحماس بشأن البالونات الحارقة. هناك ضغط هائل من المستوطنين على الحكومة، هذا الضغط مشغول، هذا الضغط موجه، هذا الضغط يترأسه نتنياهو والليكود الذي سيقدم حجب ثقة ضد الحكومة بعد 48 ساعة على تشكيلها. كما أنه حتى رسامي الكاريكاتيرات نشروا أنه أين بنت، لماذا لا تهجم على غزة؟ هذا في السياسة الداخلية الإسرائيلية. ما فيما يتعلق بسفرات الإنذار التي أطلقت قبل قليل، جيش الاحتلال قال أنه النيران التي أطلقت من غزة هي من رشاشات ثقيلة وليست بالصواريخ، أي أن المقاومة لا تزال تقرر مستوى اللهب والسيطرة على النيران على الحدود. لكن الوضع كله في الأراضي الفلسطينية متفجر قبل الانهيار في أي لحظة. نعم، هنا كيف تنظر حكومة بنت ناصر لما ورثته من ملف ثقيل ميدانيا وسياسيا؟ هناك مفاوضات في القاهرة كما نعلم، هناك وفد أمني إسرائيلي هناك حول وقف إطلاق النار، مسألة الأسرى أيضا. هل في مصلحة حكومة بنت، حكومة التغيير بين هلالين، المناورة خلالها، هل هو أيضا قادر على تحمل كل هذه الاستفزازات ودفعه لوصم حكومته كحكومة حرب؟ إجابة قاطعة نعم، قادر أن يتحمل. نفتلي بنت نقطة قوته أنه التف على نتنياهو من اليمين وليس من اليسار أو الوسط. نقطة ضعف نتنياهو في كل ما يحدث الآن هو أنه على يسار نفتلي بنت، نفتلي بنت يميني، نفتلي بنت محسوب على المتدينين، نفتلي بنت راديكالي، نفتلي بنت جماعة من المستوطنين أيضا، وبالتالي قادر على لديه هامش الحركة في التحكم في الأمور. إذا كان من مصلحته السير بصفقة تبادل الأسرى، بتثبيت الهدنة، إذا كان من مصلحته أن يهدئ الأمور سيفعلها، وهو قادر على ذلك إذا السؤال يقدر أو لا يقدر. لكن السؤال الآخر والأهم هو هل يريد أم لا يريد. نرى الوضع متفجر متدهور في الضفة الغربية، نرى الوضع ملتهب والجمر تحت الرماد في القدس، نرى الأوضاع في قطاع غزة لا يمكن تحملها أكثر، والمقاومة لن تصبر كثيرا. هنا يأتي دور الإدارة الأمريكية التي دخلت في وقف إطلاق النار منذ البداية، لكن لاحظنا بايدن مشغول مع بوتين في قضايا دولية. نعم، الوضع في القدس وضع ملتهب كما ذكرت، وهي لب الصراع. المستوطنون ناصر يتفننون بمسألة الاستفزاز، بحسب متابعتك هل يلقون يعني دعم وتغطية من حكومة بنت أم مدفوعون من نتنياهو وأطراف أخرى كما ذكرت؟ بمعنى آخر، هل هم وقود الحكومة الحالية أم وقود يمكن أن يشعل النار بالحكومة الحالية؟ سؤالك مهم وخطير. الإجابة أن القوى السياسية التي تلعب مع هؤلاء المجانين وتستخدمهم إنما هي تلعب بالنار، لأنه قد يكون حتفهم مع هؤلاء. هؤلاء أصحاب سجلات جنائية متهمون بقتل وبسطو وبتدمير كنائس، مساجد، محلات تجارية، وبالتالي استخدامهم وإعطائهم الحماية السياسية كما حدث في القدس وعدم اعتقال أي منهم، هذا يفتح بوابات كثيرة، بوابات خطيرة. اليوم لاحظنا بن جبير الذي اشتهر من فترة وهو شخص مغمور ويجب أن يبقى مغمور، اليوم تعرض للضرب على يد شبان في الجولان المحتل. فتح باب الصراع الديني وشتم الأنبياء، بالإضافة إلى أنه إسرائيل تخشى أن يضر بسمعتها الدولية، وينقل الصراع من باب العمود إلى صراع ديني إسلامي عربي ودولي حتى.
وطبعا نتنياهو يلعب هذه اللعبة الخطرة ولا يعرف أين ستؤدي به. أعتقد أن الفلسطينيين متماسكين أكثر، فلسطينيين مسيطرين على أنفسهم أكثر ومسيطرين على قواعد اللعبة أكثر، ونوعا ما هناك حب فضول ماذا سيفعل نفتالي بنت، وهو سؤالك السابق. لكن نفتالي بنت يراهن كثيرا على دعم الإدارة الأمريكية، ولا أخفيك سرا حتى القيادات السياسية الفلسطينية تنتظر ماذا تريد الإدارة الأمريكية لتحدد موقفها. بايدن لا يزال فريش جديد فيما يتعلق بالملف الفلسطيني، حكومة بنت جديدة، واللاعبون الآخرون قداما في الملعب. أشكرك من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحام. اختبار حقيقي مرت به معادلة الردع الجديدة للمقاومة الفلسطينية في القدس المحتلة، وقد كرست الفصائل المعادلة بتحذيرها ووعيدها، بينما سعى الاحتلال إلى تجنب عواقب التصعيد بمسيرة الأعلام، لكنه بات عليه أن يضع في حساباته ردعا أوسع وأشمل هو طور التشكل والتبلور بشأن القدس والأقصى. محمد بو عبد الله. إلى تراجع تتجه قوة الردع لدى الاحتلال بإقرار من خبراء عسكريين إسرائيليين باتوا يشرحون الضعف الإسرائيلي في مقالات تحليلية ومكامن القصور في الرد حتى على البالونات الحارقة. يقابل ذلك ردع من المقاومة يتطور، إذ أنذرت الفصائل إسرائيل تذكرها أن اليد على الزناد، فغيرت مسار مسيرة الأعلام، ومعها تغير مسار الطيران إدراكا منها لجدية المقاومة في الاحتفاظ بمعادلة الردع الجديدة والقدرة على تفعيلها. رضخت إسرائيل للفلسطينيين بشكل أو بآخر عمليا، لا تريد معهم تصعيدا يجرها إلى المواجهة، ولا سيما بعد التحذير من المساس بالأقصى، فكان أن استجابت لمتطرفيها في مسيرتهم من دون استثارة رد المقاومة عسكريا. يدركون جيدا حدود تفعيل ردعها قادة الاحتلال، وقد بات في حساباتهم أن الموازين قد تغيرت، وأن إنجاز المقاومة الأخير استراتيجي، وأنها ليست في وارد التنازل عنه بعد تثبيته في معركة 11 يوما سيف القدس. يكفي أن نفتالي بنت هو صاحب مقولة وجوب الرد على البالونات، تماما كما الرد على إطلاق الصواريخ، لكنه من موقعه رئيسا جديدا للحكومة لم يمتلك الجرأة الكافية لتنفيذ ما نظر له مطولا، واكتفى بقصف محدود لا أكثر. كذلك فرضت المقاومة معها شعبها وخلفها ومن أمامها وفي كل الجبهات خطا أحمر هو أهلها في القدس وأحيائها، فدماؤهم وديارهم دونها بذل الغالي والنفيس دفاعا عن حقهم في البقاء بلا تهجير. أظهر الاحتلال ارتباكا لحد الآن بترحيل القضية تأجيلا لحسم مصيرها بدل ترحيل الأهالي كما خطط ودبر، وإن كان ما زال بهم يتربص يبغي لمشاريعه التهويدية التنفيذ، وفي الوقت ذاته يقيم لما يردعه وزنا ويحسب له الحساب. تتعقد حساباتهم أكثر الإسرائيليون بردع أوسع، إذ تدخل القدس وأقصاها تدريجيا معادلة ردع إقليمية تشمل جبهتهم الشمالية وما هو أبعد منها من جبهات متعددة، بما يعنيه من تهديد أكبر قد يصبح وجوديا أن تكون على الزناد أياد مجتمعة متأهبة، لا يد واحدة أذلت الاحتلال وهي محاصرة. الموت للعرب، هتف المستوطنون، شتموا النبي الأكرم وصمت المطبعون، هكذا أتموا استسلامهم، لهثوا خلف تل أبيب فكان الثمن أغلى من أموالهم، فهل هو ضعف أم رضا؟ حسين السيد. الموت للعرب، رددها المستوطنون المشاركون بما سمي مسيرة الأعلام أمام باب العمود المؤدي إلى ساحة المسجد الأقصى قلب مدينة القدس المحتلة. قالوها علنا وأكدوها مرارا مظهرين عنصرية معهودة ضد العرب. تمادى المستوطنون بشتائمهم حتى طالت الدين الإسلامي وشخص الرسول محمد. هذه الهتافات والشتائم أثارت العديد من ردود الفعل الغاضبة، أبرزها كان لخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الذي شدد على أن هؤلاء المستوطنين
مهزومون نفسيا وواقعيا. كل إناء بما فيه ينضح، هذه هي أخلاقهم البذيئة، أخلاقهم المعقدة. إنهم غير مدركين بأنهم مهزومون، مهزومون نفسيا ومهزومون واقعيا. رد الشيخ صبري قابله صمت مطبق خيم على المطبعين الجدد، غضوا أبصارهم وصموا آذانهم عن الشتائم التي طالتهم أيضا. شتائم تبدو كأنها رد للسلام من قبل الحكومة الإسرائيلية الجديدة على تهافت الأنظمة المطبعة لتهنئتها ورئيسها المفاخر بعنصريته تجاه كل ما هو عربي. ليبقى السؤال الأبرز، لماذا اختفت أصوات هذه الأنظمة اليوم أمام شتائم المستوطنين بعدما صدحت منددة ومستهجنة غير مرة في السابق بوجه التطاول الغربي والشرقي؟ جدد الرئيس التونسي قيس سعيد تأكيده الانفتاح على الحوار، نافيا ما تم تداوله من أخبار حول توصيف بعض الأطراف التونسيين بغير الوطنيين. جاء ذلك عقب اختتامه زيارته الرسمية لإيطاليا، حيث شدد على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتنمية، إلى جانب الانكباب على معالجة القضايا الحقيقية الملحة للشعب التونسي وعدم تشتيت الجهد في قضايا أخرى مفتعلة، وفق بيان للرئاسة. وقد أكد الاتحاد العام التونسي للشغل أنه ملتزم بالعمل على إنجاح مبادرة الحوار الوطني وفعل كل ما يلزم لحل الأزمة السياسية والدستورية في البلاد، وذلك في بيان يوجز لنا التقرير التالي أبرز ما جاء فيه. قال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إن الهيئة الإدارية للاتحاد قررت عدم سحب مبادرة الحوار الوطني من رئيس الجمهورية، وحسم بذلك جدلا أثاره كلام الأمين المساعد للاتحاد كمال سعد بشأن إمكانية سحب المبادرة من الرئيس قيس سعيد. وقال الطبوبي إن رأي سعد هو من بين الآراء المتنوعة في الاتحاد. الاتحاد أصدر بيانا أدان فيه تشكيك رئيس الجمهورية في الحوار الوطني الذي قاده الاتحاد عام 2013، مؤكدا أن الحوار المقصود جنب تونس حربا أهلية بعد اغتيال رموز سياسيين وأمنيين وعسكريين ومواطنين في حينه. الاتحاد العام التونسي للشغل دعا إلى حل الأزمة وتخطيها في أقرب وقت أو تحديد موعد انتخابات مبكرة، وأدان سياسة القمع الحكومية حيال التحركات الاحتجاجية الشعبية والمدنية والحزبية، وطالب بفتح تحقيق في هذه التجاوزات الأمنية. وفي ختام بيانه أكد الاتحاد دعم الشعب الفلسطيني في مقاومته وتصديه البطولي للكيان الغاصب، مجددا الدعوة إلى سن قانون تجريم التطبيع في تونس. فاصل ونواصل نشرتنا. من جديد أهلا بكم. يدلي الناخبون الإيرانيون بأصواتهم اليوم لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين أربعة مرشحين. وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت أن المرشحين سعيد جليلي وعلي رضا زاكاني ومحسن مهر علي زادة قدموا طلبات للانسحاب وتمت الموافقة عليها بموجب المادة 55 من قانون الانتخابات. وأكدت الوزارة أنه حتى هذه الساعة بات يتنافس قانونياً أربعة مرشحين هم محسن رضائي وإبراهيم رئيسي وقاضي زاد هاشمي وعبد الناصر همتي. أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس كتخدائي أن المجلس معني بالإشراف على الانتخابات وصيانة أصوات الشعب، وتعهد ببذل كل المساعي للحفاظ على حق الناس.
فيما يتعلق بأمن الصناديق ومراكز الاقتراع، هناك استعداد كامل لتوفير الأمن بشكل تام بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي وبقية الجهات المعنية. مجلس صيانة الدستور معني بالإشراف على الانتخابات وصيانة أصوات الشعب، وسيبذل كل مساعيه للحفاظ على حق الناس. إضافة إلى ذلك، سيكون في هذه السنة اهتمام خاص برعاية البروتوكولات الصحية. لدينا 67 ألف مركز اقتراع في مختلف أنحاء البلاد، وهم معنيون بالإشراف عليها. مندوبو المجلس أشرفوا على طباعة أوراق الاقتراع، ومن حيث الكم رفعنا عدد هذه الأوراق بنسبة 10% كي لا يحصل أي نقص. المجلس سيواصل عمله لرقابة وحماية عملية الاقتراع، ثم فرز الأصوات وإعلان النتائج. الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا الشعب إلى المشاركة في الانتخابات والتغاضي عن المشاكل، معتبراً أن حضور الشعب أمام صناديق الاقتراع يؤثر على مسيرة عمل رئيس الجمهورية داخل البلاد وخارجها. غدا يوم مهم جدا في تاريخنا، أرجو مرة أخرى من الشعب المشاركة في الانتخابات. حضور الشعب أمام صناديق الاقتراع يؤثر على مسيرة عمل رئيس الجمهورية داخل البلاد وخارجها. علينا جميعا المشاركة غدا والتغاضي عن المشاكل، وألا نسمح لأحد بمنعنا عن ممارسة حقنا. أتمنى على الشعب اتخاذ قراره بالمشاركة في الانتخابات بشكل حماسي، وإحباط رؤى الأعداء ضد إيران والالتزام بواجبنا تجاه البلاد. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف تعهد بمتابعة قضايا الشعب مع الحكومة الجديدة وعبر البرلمان، داعيا إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات. ما بخوين بر اي مشكلات فائق بشيم. لا حل أمامنا سوى المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال انتخاب المرشح الأصلح لكي نضع حدا لهذه الفوضى. وأنا بصفتي نائبا في البرلمان أتعهد بأن أتابع قضايا الشعب مع الحكومة الجديدة وعبر البرلمان. بلدنا لديه كل الإمكانات لحل المشاكل، والمدخل إلى ذلك هو الانتخاب الصحيح. حرس الثورة دعا الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، وأكد في بيان له أن المشاركة إلى الحد الأقصى في عملية الاقتراع تمثل ضمانة لأمن البلاد واستقرارها ومصدر عزتها ورفعتها، وتسهم في حل المشكلات الاقتصادية والمعيشية عبر تأليف حكومة قوية ومقتدرة. وعرب حرس الثورة في بيانه عن ثقته بذكاء الشعب وإخلاصه في عدم الالتفات إلى وسائل الإعلام المعادية والمغرضة التي تحرض على عدم التصويت. من جهته دعا السيد حسن الخميني حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات التي ستبدأ اليوم في إيران. وفي بيان قال السيد الخميني إن الاختيار الصحيح هو السبيل الوحيد للحفاظ على الجمهورية، مضيفا أن الأفق الضيق وتجاهل جمهورية النظام هما السبب الأساسي للأزمات الاقتصادية والمشكلات الاجتماعية في البلاد. رأى مجلس التعاون الخليجي أن هناك خطورة في فصل الاتفاق النووي عن برنامج إيران الصاروخي وما سماه سلوك طهران المزعزعة للاستقرار. وفي بيان له عقب انتهاء اجتماعه في الرياض، طالب المجلس في بيان تلاه أمينه العام نايف فالح مبارك بضرورة مشاركة دول المجلس في المحادثات النووية مع إيران. شدد المجلس الوزاري على خطورة الفصل بين تداعيات الاتفاق النووي مع إيران وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وانتهاكاتها لقرارات مجلس الأمن وتهديدها لخطوط الملاحة البحرية والتجارة الدولية وخطورة برنامجها الصاروخي وغيرها من وسائل تهديد أمن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في لبنان، أكدت كتلة الوفاء للمقاومة أن المشاركة الأحجية في إضراب أمس من قبل أطياف سياسية واقتصادية تتحمل مسؤولية كبرى في صنع مأساة المواطنين، لا تقلل من صدقية نبض الشارع ولا من مشروعية مطالبه وحقه في التعبير عنها ورفع الصوت لتحقيقها.
الكتلة قالت في بيان إن الحلول متوقفة على تأليف الحكومة، مؤكدة أن التنازلات المتبادلة ضرورية. إن تشكيل الحكومة في لبنان يبقى هو التدبير الأول الذي يتوقف عليه تقرير الحلول والإجراءات التي من شأنها وقف التردي المتدحرج والشروع في الخطوات اللازمة لتحسين أوضاع البلاد في مختلف المناحي والمجالات. وبناء عليه فإن التنازلات المتبادلة ضرورة حاكمة على الجميع وليس منقصة لأحد. وقد شهد لبنان إضرابا شاملا بدعوة من الاتحاد العمالي العام، فكيف كان الالتزام؟ أحمد عبد الله. حشد الاتحاد العمالي العام وعدد كبير من النقابات والمصالح الخاصة وموظفو القطاع العام منذ أيام لتحركات كبيرة في العاصمة بيروت وفي مختلف المناطق اللبنانية تحت عنوان كبير: الإضراب العام والشامل. الشعارات المرفوعة تتلخص بتشكيل حكومة إنقاذية في أسرع وقت ممكن، إلى جانب المطالب المرتبطة بغلاء المعيشة وأحوال الطبابة والمحروقات وسواها من القضايا. مشهد كان من المفترض أن يكون اعتراضيا بامتياز لولا تأييد أغلب الأحزاب المشاركة في السلطة له ودعوتها مناصريها للمشاركة فيه. مسارعة الأحزاب السياسية إلى مباركة الإضراب أفقدته بحسب المراقبين الزخم المطلوبة لممارسة ضغط فعال على أهل السلطة، وحول الإضراب إلى تظاهرة من أحزاب السلطة ضد نفسها. بلد يحتضر، كل المنظومات فيه تحتضر، المنظومة الصحية، المنظومة الاجتماعية، المنظومة الاقتصادية، المنظومة التربوية، المنظومة البيئية. النتيجة في الشارع تجاوب محدود في مختلف المناطق مع الدعوات إلى التحرك وقطع خجول للطرقات الأساسية، ولكن من دون محتجين. أما الثابت فهو استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث بات مشهد انتظار مئات المواطنين أمام محطات الوقود مشهدا اعتياديا، وكذلك خلو الصيدليات من الأدوية الأساسية. وضع الاقتصادي وين؟ بالأرض، ليرتك بالأرض، كل شيء غالي، كيف الواحد بده يعيش؟ بمليون ومية كيف بده يعيش الواحد؟ أزمة معيشية قد يزيد من حدتها تراشق البيانات والاتهامات بين الرئاسة اللبنانية ورئاسة المجلس النيابي حول تحميل المسؤوليات وتوقف الاتصالات السياسية المتعلقة بتأليف الحكومة ومراوحة الملف الحكومي مكانه بعد أكثر من 8 أشهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة. عادت الكلمة إلى الشارع ولو بصوت خجول تحت عنوان الإضراب الشامل. سياسيا جمود في الملف الحكومي وتراشق بالاتهامات، معيشيا أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وبينهما مواطن لبناني أفقدته الأزمات القدرة على التحمل. أحمد عبد الله، بيروت، الميادين. تنطلق اليوم فعاليات منتدى الحوار الدبلوماسي في مدينة أنطاليا التركية بمشاركة عدد من قادة الدول الحاليين والسابقين، إلى جانب وزراء خارجية بعض الدول بينهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف. وسيناقش المنتدى الأزمات الحالية المحيطة بالمنطقة والصراعات الدائرة في الإقليم والعالم، حيث سيبحث المشاركون على مدى اليومين المقبلين سبل وطرائق حل تلك الأزمات. ومن المقرر أن ينطلق الحوار بكلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعقبه كلمات للمشاركين واللقاءات الهامشية بين المسؤولين. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع متخرجين في المدرسة العليا للإدارة العامة إن سباق التسلح جار في الوقت الراهن سرا أو علنا، ولكن ليس بمبادرة روسية. كلام بوتين جاء بعد بيان الكرملين أمس الذي أعلن فيه أن الرئيسين الروسي والأمريكي قررا في قمة جنيف إرساء أساسي لمستقبل الحد من التسلح وتخفيف المخاطر من خلال الحوار. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش مؤتمر برلين الثاني الذي سينعقد في 3 حزيران/يونيو للبحث في الملف الليبي. وفي بيان قالت الخارجية الأمريكية أن الطرفين شددا على أهمية ضمان
إجراء الانتخابات الوطنية في كانون الأول ديسمبر المقبل، إلى جانب الحاجة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وشدد بلينكن على التزام الولايات المتحدة بزيادة المشاركة الدبلوماسية لتعزيز الجهود الدولية لدعم التقدم في ليبيا وفق البيان. بعد قرار الرئيس السابق دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من الصومال، يدرس البنتاغون إرسال أعداد من القوات مرة جديدة إلى هناك. لماذا يعاد التفكير بقرار ترامب؟ وما هدف واشنطن من العودة العسكرية إلى الصومال؟ علي الأحمر. بينما سحبت واشنطن بإدارتها السابقة قواتها من الصومال، تتجه إدارة الرئيس بايدن لإعادتها مرة جديدة إلى هناك. مقترح كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، التي أشارت إلى أن البنتاغون يعمل على تطوير مقترح يقضي بإرسال عدد من مدربي قوات العمليات الخاصة إلى الصومال للمساعدة في مواجهة حركة الشباب المصنفة إرهابية. الصحيفة وضعت عوائق عديدة تحول دون تنفيذ خطة البنتاغون، منها النقاش المستمر حول تطوير قواعد جديدة لمكافحة الإرهاب، فيما يرى الداعون إلى هذا الاقتراح أن مواصلة تدريب القوات الصومالية واستمرار الغارات الجوية ضروريان للحفاظ على مناطق الحكومة ومنع تحولها إلى ملاجئ لتدريب الإرهابيين وتجنيدهم. إعادة القوات إلى الصومال ستعتبر بمثابة إلغاء لقرار الإدارة الأمريكية السابقة بوضع حد لحروب الولايات المتحدة التي لا نهاية لها في الخارج، كما ستضرب أيضا تبريرات واشنطن لإرسال قواتها إلى الخارج. متى وكيف تظهر دوافع هذا التدخل؟ ومتى تختفي؟ وهي التي تدخلت في كل من أفغانستان والصومال والعراق وسوريا وغيرها بذريعة مكافحة الإرهاب. لكن اللافت أن هذا المشروع يتزامن مع إعلان إدارة بايدن أخيرا نشر قوات أمريكية في كينيا للمساعدة في جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة والتعاون مع الجيش الكيني في محاربة حركة الشباب، ما يشير إلى أن واشنطن تجري مراجعة عسكرية في أفريقيا. فهل فشلت خطتها في الاعتماد على الطائرات المسيرة من قواعدها في الدول المجاورة؟ لا تزال المفاوضات مستمرة بين لندن وبروكسل بشأن أيرلندا الشمالية. الاتحاد الأوروبي يصر على ضرورة التزام لندن باتفاقية بريكزيت الخاصة بأيرلندا الشمالية، فيما حكومة جونسون تقول أن كل الخيارات مفتوحة من أجل حماية التجارة بين بريطانيا ومقاطعتها الإيرلندية. مواقف تنذر بحرب تجارية بين بريطانيا وجارتها الأوروبية. موسى سرور. لم تهدأ بعد حرب النقانق بين لندن وبروكسل على الجبهة الإيرلندية. ديفيد فروست المعني بملف مفاوضات البريكزيت طلب تعليق حظر وشيك على بيع النقانق البريطانية في إيرلندا الشمالية ليتسنى للجانبين متنفس للتفاوض. اقتراح بريطاني لم يلقى صدى أوروبيا، ما دفع جونسون إلى التهديد باتخاذ كل الخطوات الضرورية ومن بينها توحيد الأسواق الداخلية البريطانية من أجل حماية التجارة بين بريطانيا والمقاطعة الإيرلندية. ما لم نشهد تقدما في تنفيذ البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية والذي أعتقد أنه حاليا غير متناسب تماما، سنتخذ الخطوات الضرورية كافة لعودة إيرلندا الشمالية إلى السوق الداخلي البريطاني. لا يبدو أن الجانب الأوروبي على قلب رجل واحد في مقاربة الأزمة مع حكومة صاحبة الجلالة. الرئيس الفرنسي لم يتوانى عن استفزاز الإنجليز في عقر دارهم عندما اعتبر أن إيرلندا الشمالية ليست جزءا من المملكة المتحدة، فيما يسعى مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى مقاربة أكثر مرونة في تطبيق القواعد الأوروبية تمهيدا للوصول إلى تسوية مع بريطانيا. أريد علاقات جيدة مع أصدقائنا القدامى في المملكة المتحدة. هناك صعوبات وقضايا خطيرة يجب حلها، وأنا مقتنعة تماما بأنه إذا تم اعتماد نهج بناء يمكن التغلب على هذه الصعوبات. الاتحاد الأوروبي كان قد هدد بفرض عقوبات تجارية ضد بريطانيا
في حال قررت التمديد بشكل أحادي فترة السماح على حظر بيع اللحوم من بريطانيا في المتاجر الإيرلندية نهاية الشهر الحالي. الحرب الكلامية بين لندن والقادة الأوروبيين قد يصب زيتا على نار مشتعلة في بلفاست. توتر ينذر بالعودة إلى أجواء الحرب الأهلية في ظل المشاحنات الداخلية المرتبطة بملف البريكزيت بين الجمهوريين الكاثوليك والوحدويين البروتستانت داخل إيرلندا الشمالية. موسى سرور، لندن، الميادين. تذكير بعناوين النشرة: الاحتلال يشن غارات على مناطق متفرقة من غزة، وحماس تصفها بالاستعراضات وتؤكد جاهزية المقاومة لرد أي حماقة إسرائيلية. الاتحاد التونسي للشغل يقرر عدم سحب مبادرة الحوار الوطني من الرئيس، والسعيد ينفي الأخبار عن وصفه أطراف تونسيين بأنهم غير وطنيين. دعوات إلى تكثيف المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وساعات قليلة تسبق فتح مراكز الاقتراع صباح اليوم. إضراب عام في لبنان رفضا لتردي الأوضاع المعيشية، أحزاب السلطة تؤيد ودعوتها إلى أوسع مشاركة لم تلقى الصدى المطلوب. بعد إعلان الاتفاق مع بايدن في جنيف على التأسيس لمستقبل الحد من التسلح، بوتين يؤكد أن سباق التسلح جار سرا أو علنا، ولكن ليس بمبادرة روسية. الميادين دوت نت، موقعنا على الإنترنت، موجز إخباري على رأس الساعة.